السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق الماركير قصر المؤتمرات اللي يقع في بلدية عين بنيان، وللعلم انه هذا الفندق الرائع والعصري من انتاج وانشاء شركة او مجمع ماركير الفرنسي، هو يعتبر ثالث استثمار لهذا المجمع في الجزائر بعد فندق سوفيتال بالحامة بالعاصمة، وكذلك فندق ميركور بمنطقة الحي الأعمال ببر الزوار. إذن هذا ثالث استثمار، ثالث فندق إذن الذي سوف يتم يعني تدشينه وافتتاحه في الأسبوع هذا. إذن أترككم تتعرفون على هذا الإضافة النوعية في العروض الفندقية لولاية الجزائر العاصمة. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم. Thank you.